كل متابعينا في اليوم السابع، اختراعات كتير بتشهدها جامعة كفر الشيخ. النهاردة حاجة جديدة خالص، تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، مشروع تخرج لطلاب. تعالوا مع بعض نتعرف على المشروع. ازيك؟ اسمك ايه؟ عمر العين. ازيك يا عمر؟ ايه بقى، ايه حكاية المشروع ده، تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية؟ أول حاجة احنا عايزين نتكلم عن المشروع بتاعنا. المشروع بتاعنا عبارة عن جزئين. الجزء الأول هو إن احنا بنسخن المياه. بنسخن المياه ازاي؟ بنسخن المياه عن طريق اللي احنا بندخل المياه هنا في الايه؟ في البارابوليك تراف كوليكتور، تمام؟ اللي هو اسمه البي تي سي، تمام؟ بنبدأ بعد كده الفوكال لاين، أو بمعنى أصح بنركز أشعة الشمس السولار راديشن اللي جاية من الشمس على ايه؟ خط طول الماسورة، تمام؟ الخط ده كله، الخط ده اللي في الماسورة، الخط ده هو اللي فيه المياه. بالظبط. اللي هي المياه اللي أنت عايز تحليها. ميه البحر. حلو جدا، تمام. يعني احنا بنحل ميه البحر. بالظبط. جميل قوي. احنا دلوقتي بنوصل هنا درجه حراره، درجات حراره مرتفعه جدا، تمام. الفلوريت او مثلا بايه، بتدفق مياه عالي، بحيث ان احنا ندخل ميه الحراره هنا بدرجه الحراره العاديه اللي هي مثلا 35 تطلع لنا 70 مثلا. حلو الكلام. تمام. احنا عندنا كل موضوع هنا بسيط جدا، مجرد صبايه الميه. تمام. نبدا من الاول كده معاك بعد اذنك. مع حضرتك. احنا اول اولا ده اللي فيه الميه المالحه، صح؟ بالظبط. نازله ونازله في الجزء ده، تانك، في التانك ده، صح؟ تبدا البامب دي يعني المضخه، تمام. المضخه دي ترفع ايه، توصل هنا بالايه، بالماسوره النحاس. يبقى اذا في مضخه هنا بتوصل في الجزء بالماسوره النحاس دي، اللي هي موجوده جوه الانبوبه المفرغه، تمام. الانبوبه المفرغه دي وظيفتها ايه؟ بتحاول تحبس الحراره جوه، بمعنى ايه؟ اللي تدخل الميه اللي جوه. يعني هي الميه اللي طالعه، اللي هي ميه البحر اللي طالعه في الماسوره دي، معموله بنظام ان تحبس الميه. بالظبط. وتسخنها لدرجه معينه. بالظبط. صح كده؟ تمام. وبعدين احنا عايزين اشعه الشمس عموديه على طول على الايه؟ على الماسوره دي. ايوه. يعني اشعه الشمس دي عموديه على الماسوره. جميل. فاحنا عشان كده عملنا ايه؟ تراكنج ميكانيزم. ايه هو التراكنج ميكانيزم؟ نظام التبخر. النظام ده بيعمل ايه؟ بيعمل كالاتي، ان هو يخلي الشكل ده كله على بعضه عمود على الشمس. بمعنى ايه؟ احنا دلوقتي الشكل ده عمود على الشمس. مظبوط. تمام. دلوقتي عندنا ده سولار سنسور. ايه هو سولار سنسور؟ ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ده وظيفته ايه؟ ده بيقيس كثافة اشعة الشمس. بيقيس كثافة اشعة الشمس اللي جاية من الشمس. حلو الكلام؟ تمام. وبيوازن ما بينهم. بمعنى ايه؟ بمعنى اللي هو لو اشعة الشمس اللي هنا قلت، تمام، يبدا يحرك اللوح كله. بحيث اللي هو يبقى ايه؟ عمودي على الشمس. يعني كانك انت الجهاز ده اسمه ايه؟ سولار سنسور. طيب. تتبع اشعة الشمس. تتبع اشعة الشمس. بالظبط. ده ساعة ما تشيل الشمس تقل في اتجاه معين. بالظبط. بتلف علشان توديها للاتجاه الايه؟ الاعلى. بالظبط. تمام. بحيث ان الاشعه تبقى هنا ايه؟ عموديه على هنا، الشمس عموديه على هنا، وبالتالي بتنعكس على هنا على الانبوبه. تمام. جاب بتاعه انبوبه. تمام. تمام. بعد كده احنا عندنا النظام ده شغال ازاي؟ عندنا هنا حاجه اسمها تراكنج ميكانيزم. تراكنج ميكانيزم ده بيشتغل ازاي؟ احنا عندنا الشافت ده، الشافت ده اللي هو الماسوره اللي هي واسطه بالايه، بالجزء كله اللي بيتحركه. تمام. متوصله بموتور. الموتور ده بياخد اشاره من الاردوينو، اللي هي بتاخد من ايه؟ بياخد اشارته من هناك الاردوينو. تمام. الاردوينو تاخد اشاره من السولار سنسور، تبدا تحرك في الايه، في الدي سي موتور اللي هو جنب حضرتك هنا. تمام. تمام. وده باور سبلاي بتاع الايه، بتاع السبلاي بتاع الموتور. تمام. الكهرباء بتاعه الموتور. تمام. ومن هنا بقى نبدا نقدر نقيس. اتفضل حضرتك تصور هنا، نقدر نقيس الايه، الفلو ريت اللي ماشي، يعني ايه كميه الميه اللي ماشيه. يا هنا بتقيسوا كميه الميه اللي ماشيه. بالظبط. احنا عندنا هنا حنفيه صغيره جدا، تمام، نقدر نتحكم ايه في كميه الحنفيه دي، ممكن تتحكم فيها كميه الميه اللي داخله. تمام. تمام. كده احنا خلصنا اول جزء في المشروع. كده سخنا الميه، كده معانا ميه البحر بقت سخنه جدا. حلو. درجه الحراره كام؟ 70 بفلو ريت 20 لتر في الساعه. 70. حاجه كبيره جدا. جميل. بعد كده بنبدا نشوف في المرحله اللي بعدها. مرحله من هنا. ايوه. الف ناحيه ثانيه. تمام. دلوقتي الميه السخنه جت هنا. الميه السخنه اللي كانت هناك وصلت هنا. وصلت هنا. تمام. باشمهندس محمد، اكمل مع حضرتك من اول دلوقتي ازاي بقى؟ يا باشمهندس قول لي بقى. الميه بعد ما بتيجي من البارابوليك تراف كوليكتور بيبقى الانلت، يعني هو انا المستخدم ده احتياطي عبال هو ما يقوم بالدوره الخاصه بيه. فده الميه مدخل الميه هنا، اول ما بيدخل الميه المدخل اللي جاي من هناك بعد تسخينها. ده مسخن، ده سولار هيتر، درجه الحراره جوه تقريبا 100 درجه مئويه. تمام. فلما بتدخل بحاول افصل البخار بتاعها، لان البخار ده هو اللي بيمثل عمليه التقطير الميه الحلوه الكويسه اللي انا عايزها. تمام. فاول ما بتدخل عندي، لو حضرتك بصيت هتلاقي فيه تبخير بيحصل،
التبخير اللي تحت ده. ده تبخير. ده التبخير. لحد ما وزي ما حضرتك شايف في ميه اهي. في هنا جزء اسمه كوندنسر، الكوندنسر ده بكل بساطه هو الجزء البارد اللي عندي لما البخار ده يصطدم بيه البخار بيتكثف وينزل، بجمعه في اناء، الاناء بسحبه من حنفيه مسحوبه ورا، يبقى انا كده جمعت المايه المقطره اللي عندي. هي دي ببساطه هي فكره. يعني هنا بعد المايه السخنه اللي بتسخن هناك واحنا لاحظنا بتيجي عندك هنا هو بتعمل عمليه تقطير، صح كده؟ بالظبط. عمليه التقطير انا عندي 3 ستيج علشان ازود الانتاجيه اللي عندي. والام اس اف اساسا غالبا بتستخدم جنب محطات الطاقه وبتطلع كميه كويسه جدا ممكن تكفي مدينه زي المدينه اللي انا عايش فيها مدينه سحر. يعني انت في امكانك انك انت بالمشروع ده انت مكبر، يعني دي وحده تطلع انتاجيه كبيره، يعني دي بتطلع تقريبا 30 ل 40 لتر في نص اليوم. يعني ده بتطلع من 30 ل 40 لتر في حوالي 8 ساعات شغل. 8 ساعات شغل بيطلع 30 لتر ميه. 30 لتر ميه من حوالي 300 ميه، 300 لتر ميه مالحه، فالانتاجيه الى حد ما نسبه عاليه. انا زادت شويه بتزيد وبتقل على حسب بقى اليوم الحر، درجه الحراره شديده ولا لا، في رياح وهكذا. هي الفكره قايمه بكل بساطه على كده. وبستخدم حاجه مساعده ليا، مضخه التفريغ، بستخدمها علشان تساعدني. دي مضخه تفريغ. دي مضخه تفريغ. التفريغ بكل بساطه بيخلي لي بدل ما الميه بتغلي عند 100 درجه زي ما حضرتك عارف، عند 100 درجه بتغلي عند 40 50 درجه أو. بستخدم معايا السولار هيتر. السولار هيتر زي ما حضرتك شايف عباره عن 26 انبوبه اسمها ايفاكيوتد تيوب. 26 انبوبه عباره عن ايه 26؟ الانبوبه دي مصممه بطريقه انا كاسر كتير. بكل بساطه هي مفرغه من الداخل بتحافظ على درجه الحراره اللي بتدخل وبتمنعها انها تخرج. يعني لذلك حضرتك لو بصيت على الماسوره الخارجه هتلاقي في بخار طاير من فوقيها. من شدة السخونة. من شدة السخونة. تمام. في بس نقطة أخيرة. اتفضل. المشروع كله مدار عن طريق البي بي أو الألواح الشمسية. يبقى كل المشروع ده هو مدار عن طريق الشمس. عن طريق الشمس. بدون أي كهرباء تماما. بدون أي كهرباء. تمام؟ إحنا مش محتاجين كهرباء من الكلية أو من أي مكان. كل الكهرباء اللي بنستخدمها كلها جاية من الشمس. فالمشروع كده من A to Z باستخدام الشمس بس. بتستخدم حل ميه بدون ما نصرف جنيه كهرباء. بتستخدم الشمس دون تحليه، دون استخدام كهرباء خالص. بس كده هو ده المشروع باختصار. المشروع ده اتكلف كام؟ المشروع ده اتكلف حوالي 75000 جنيه. حوالي 75000 جنيه، بس هيحل مشاكل كتير. حل مشاكل كتير، فعلا هيحل مشاكل كتير. في المشروع ده سكيل اكبر منه، هو اصلا معمول في الامارات، تمام؟ بس طبعا يعني ايه مش بكل الوحدات دي، تمام؟ كنا وحدتين بس منهم. تمام، ده انتاجيه ضخمه جدا. يعني معنى كده ان كنتوا زودتوا الوحدات، زودتوا الوحدات بطريقه تؤدي الى انتاجيه اكبر. بالظبط، وكفاءه اعلى. وكفاءه اعلى. كل متابعينا في اليوم السابع مشروع من مشروعات طلاب كليه الهندسه جامعه كفر الشيخ. المشروع بيحلي مياه البحر. تجربه عملوها الشباب هنا على سطح كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ. تم تجربتها ونجحت التجربة بالأدوات اللي سجلناها وبنتابعها من خلال البث المباشر مع حضراتكم. هما كم واحد مشاركين في السبعة؟ سبعة طلاب الموجودين دول ولا غيرهم؟ يا شباب ماشي، الناس اللي موجودة في المشروع. ده المشروع كل متابعينا في اليوم السابع، مشروع تحلية مياه البحر. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ رأيك ايه في المشروع؟ رأيك انت ايه؟ قول لي. لا والله، لا والله جميل. لا جميل كمان ان هو كمان في حالة توسعة المشروع، يمكن زي ما قال احد الطلاب المهندسين ان هو ممكن يغطي مدينة كاملة. ايوه دي حقيقة، دي حقيقة. على السكيل الكبير ممكن يغطي مدينة كاملة فعلا. الشباب بصراحة يعني بذلوا مجهود كبير، حتى لو حضرتك ملاحظ اصلا المشروع خلص ونتيجتهم ظهرت اصلا كمان السنة الرابعة، وبرغم ذلك كانوا مستمرين وجايين. ويعني عندهم طاقة بصراحة، ربنا يكرمهم والله. ناويين تاخدوه معاكم ولا ناويين تعملوا؟ قولوا لي بس. هو الصراحه نشكر
رئيس الجامعه وسياده العميد بصراحه يعني اي حاجه بنطلبها بنلاقي الدنيا متاحه. برضو وزاره التعليم العالي والاكاديميه احنا خدنا الحمد لله الفند للمشروع ده واخدينه من الاكاديميه. فبصراحه لا يعني شغل كويس ان شاء الله زي ما حضرتك شايف، وان شاء الله ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. ان شاء الله السنه الجايه تيجي تلاقي حاجات جديده غير الحاجات الموجوده كمان، يعني ان شاء الله جديده بانتاجيه اعلى كمان ان شاء الله. قول لي بقى المشروع ده خد قد ايه معاكم؟ المشروع دوت احنا بدانا في الديزاين تقريبا من اول السنه، من اول السنه خالص. وبعدين نزلنا بقى في مرحله ان احنا نشتري الحاجات اللي احنا الاجزاء اللي احنا هنشتغل عليها، ودخلنا في مرحله التصنيع تقريبا من بدايه الترم الثاني كده، من بدايه الترم الثاني بدانا ناخد نتائج من فتره قريبه عشان احنا محتاجين الشمس تدينا افضل انتاجيه يعني الفتره دي. ما شاء الله. شعورك ايه لما تشارك في مشروع زي ده؟ اكيد شعور بالفخر طبعا، خصوصا ان انت تلاقي الحاجه اللي انت كنت بتصممها تلاقيها قدامك على ارض الواقع، بعد ما انت كانت قدامك بس مجرد حاجه على الكمبيوتر بقت قدامك على ارض الواقع. حضرتك بقى المهندسه الوحيده اللي مشاركه. ايه اسمك ايه بقى؟ انا اسمي منيا. قولي لي يا منى، يعني دورك كان ايه في المشروع؟ والله حضرتك يعني احنا كنا بنبقى مقسمين الشغل، كنا على مدار فترة التنفيذ كنا اوقات بنبادل مع بعض على حسب وقت كل واحد وعلى حسب هو بيعمل ايه دلوقتي وعلى حسب ايه المفروض يتعمل وايه اللي ناقص وكده. تمام. انا شاركت في كتابة كتاب المشروع، وشاركت في الابحاث اللي احنا المفروض هننشرها للمشروع، وفي بعض الاحيان لما بكون يعني مفيش وقت خلصت الحاجات دي انا محتاج اشتغل معاهم بشارك برضه في عملية شراء الاجزاء وكده. شعورك ايه يا منى؟ طبعا منتهى الفخر. منتهى الفخر طبعا. مش ناويين تعمموه؟ مش ناويين يعني مش مجرد مشروع؟ والله اتمنى ان احنا نعممه، وهو كفكره لو اتعملت على سكيل كبير طبعا الانتاجيه هتزيد بشكل كبير جدا، وهتبقى حاجه كويسه جدا، وهتبقى نقله لينا في المجال ده بالذات. بالتوفيق يا منى. شكرا حضرتك. كل متابعينا في اليوم السابع تابعنا مع حضراتكم مشروع تنقيه مياه البحر على سطح كلية هندسة بجامعة كفر الشيخ. كان معكم محمد سليمان مدير مكتب اليوم السابع بكفر الشيخ.